السلام عليكم. ده مقام الشيخ أبو العزايم، ده المقام هنا. والله يا أبو وليد الجو رطب حتى تحس إن ناس خالصة لوجه الله. أوف. من هنا. ده من برا المقبرة. حتى لو مش واصله تمام. انت واحد زي ده اللي انت ما تقول كان لما يروح عنده وبتاع وكفايه ان هو باعت اربع رجاله عشان بس ايه يقروا له الفاتحه. دي كفايه العيشه. مش هقول لك النص على حاجه غريبه. الناس اللي واصل اللي محبه الجو واصل محبه الجو. بص شوف تصور النحل ده محمود. شوف سبحان الله النحل ده ما تلاقيش فيه من جنة. ده مش نحل ده زنبي. شوف. أنا أول مرة شوف. احنا الان في الطريق الى مدخل سيد الفول. هنا المدخل وهنا الزاوية. هذه الزاوية طول العمر. هذا المقام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.